مبسوطين من اهلك ولا اهلك مبسوطين من اهلك. اسمعي يا امينه، انا بصراحه قضيت عمري ضيف في بيت ابويا، ضيف في بيت امي ضيف، وانا خلاص لازم يبقى لي بيتي الخاص بيا بتاعي انا، لان مش معقول اقعد مع الناس دول التاني. مالك يا عبدو عصبي كده ليه؟ عصبي لاني فقد الشيء اللي يعطيه. الناس دولت عمر حياتهم ما كانت مستقره ابدا، ودايما يتكلموا عن الاستقرار والسعاده والراحه كتير قوي. اوعى يا عبدو، اوعى تفتكر ان بابا رفضك، بالعكس بابا موافق عليك جدا، بس انا خايفه من ماما لانها هي الوحيده اللي كلمتها بتمشي في البيت ده. لا بقى، كلمتنا احنا اللي لازم تمشي، لان احنا ما دام عايزين بعض يبقى خلاص الدنيا وما عليها. ايوه بس احنا لازم نحافظ على شكلنا الاجتماعي يا عبدو. شكل اجتماعي ايه بس يا امينه؟ يعني كان عاجبك منظر عيلتنا وابويا داخل مع واحده غير امي، وامي داخله مع واحد غير ابويا؟ ولا منظر عيلتكم وانتوا بتستقبلونا في بيت غير بيتكم؟ بصراحه منظر العيلتين كان شكلهم مضحك جدا، بس مضمونهم يستحق الرساء. الظروف الماديه خلقت اشكال جديده وتركيبات اجتماعيه معقده ما كانتش موجوده قبل كده ابدا. عشان كده انا اخترت الموضوع ده لرساله الدكتوراه بتاعتي، هتطلعها عنوان تاثير الظروف الاقتصاديه في الاخلاق وسيكولوجيه المجتمعات. يعني مثلا لو ابوك كان معاه فلوس كان هيبقى له بيت كويس يستقبلنا فيه، لو عيلتي كان عندها فلوس ما كانوش اختلفوا ابدا ولا كانوا اتطلقوا طول عمره. خيلك يا عبدو، احنا بنتكلم في مشكلتنا احنا، مش بنتكلم في رساله الدكتوراه بتاعتك. على رايك. اسمعي، الحل الامثل دلوقتي ان انا اروح لابوك الديوان، وهو لو عاقل هيوافق فورا واتجوزك واخدك ونسافر، واي مشاكل هنقدر نحلها. اهو انت كده بقى بتضحك على نفسك يا عبدو، لاننا لو اتجوزنا هنعرض حياتنا العائليه للخطر. ما تخافيش يا امينه، احنا هنسافر وهنشتغل، نشتغل ونذاكر. يعني عاجبك الضغط اللي احنا فيه ده؟ خلاص اللي تشوفه يا عبدو. اقابل والدك فين بقى؟ في الشغل. اتأخرت ليه يا مرسي فندي؟ كتبوا لك يوم غياب. تكتبوا زي ما هم عايزين، انا كان عندي ظرفين. اتأخرت؟ ما هو بالطريقة دي بتدي لهم الفرصة عشان يرتبوك الأخطاء يا مرسي فندي. شكرا يا سيد، انت الوحيد اللي قلبك عليا. بقول لك ايه، مجلس الدولة طلب ملف خدمتك وملف الفرارجي. صحيح والله. اهو كده الشغل والا فلا. يحيى العدل. ايه الملفات دي كلها يا استاذ فرارجي؟ عاوزك تراجعها لي وتجيبها لي قبل اخر النهار. وماله؟ بس مش هلحق اخلصهم على اخر النهار. ما هو لو سيادتك بتيجي زي خلق الله الموظفين في ميعادك كنت لحقت، لكن انت جاي مكتبك الساعه 12. كان عندي ظرف عائلي. عقبالك. الكلام ده تقوله في الشؤون القانونية. الشؤون القانونية حتة واحدة؟ ربنا يكرمك. صباح الخير. صباح النور. ما توقعي يا ستنتي، مالك متصدرة لي كده ليه في الباب؟ عايزة مين يا ستنتي؟ يعني هكون عايزة مين يا أختي؟ عايزة حرام الحلة؟ عايزة الست الوالدة اللي عندكوا؟ اوعي. يا هلا الله. يا انت عايزه ايه يا ست انت؟ يا اختي مالك يا شابه صبحه تقابلي لي كده زي ما اكون باكل وامسح في هدومك؟ ده ما كانش العذر ولا بعجزر يا حبيبتي. فين الست الوالده اللي عندك؟ الست الوالده نايمه ومش بتقابل حد. مش بتقابل حد ولا احنا كمان عايزين نقابلها؟ بس خدي ديها شويه الزفر دول تتنفس بيهم بدل ما هي حبه قلبي نايمه على لحم بطناها. خدي. الرئيس بتاعك محول علينا مذكرة بيتهمك فيها بالتقصير وعدم الانضباط. يا
فده ما انا بقالي هنا في المصلحه دي 33 سنه، عمري ما وحلت الى التحقيق ولا عمري دخلت المكتب ده خالص. اشمعنى يعني اليومين دول اللي بقيت مقصر وغير منضبط؟ هو يا فندم سعادتك مش ملاحظ ان انا ابقى حال الى تحقيق كل يوم والتاني من يوم ما الفرارج ده جه هنا؟ انا ملاحظ كده برضو، ومن رايي ان انت تطلب نقلك لحته تانيه مادام الخلافات بينك وبين الاستاذ الفرارجي مستمره بالشكل ده. لا يا فندم اسمح لي اقول ان سعادتك ده غلط غلط، والا ابقى تنازلت عن كل حقوقي. لازم ابقى موجود هنا في الاداره لاني صاحب حق وصاحب اقدميه، ولو غير كده ابقى تنازلت عن كل حقوقي. عموما ده كان مجرد راي بقوله لك وبطرحه عليك بشكل ودي. اثبت عندك يا فندم ان الخلاف اللي بيني وبين الفرارجي موجود وقائم، وان كل الشكاوى اللي هو قدمها فيها دي شكاوى كيديه ومتعمده، لان يا فندم رافع قضيه في مجلس الدوله ضد المدير العام وضد الوزاره. طب ده مش تصرف غلط؟ غلط في ايه يا فندم؟ غلط في ايه؟ ما دام مش لاقي حد ينصف لي يبقى لازم الجا للقانون عشان ينصف لي. عموما احنا خرجنا عن موضوعنا، ودلوقتي ان انت بتتهم رئيس القسم بالتحيز ضدك، ودي اتهامات خطيرة جدا شأنها ادانتك، ومن رأيي ان انت تتمهل في اقوالك عشان محدش يمسك الكلام ده عليك. انا مش خايف من حاجة ابدا يا بيه، مدام انا متأكد ان الحق معايا وفي صفي. يعني اكتب واقول الكلام اللي انت بتقوله ده؟ ايوه اكتب ان انا مش خايف من حد ابدا، لانه فاض بيا ويعملوا بقى اللي يعملوه. قال هيسخطوك يا قرد، هيعملوك ايه غزال؟ هو قرد وهيفضل قرد. اي خدمه يا فندي؟ لو سمحت، هو مكتب الاستاذ مرسي الجندي فين؟ ايوه مكتبه هنا يا فندي، اتفضل. لحظة واحدة هيجي لحضرتك حالا. متشكر جدا. اجيب لك قهوة ولا شاي؟ هو اهدى يا سيد، ده ضيف للمرسى فندي. خليه يستناه في البوفيه، هنا مكتب حكومي ممنوع استقبال الضيوف فيه. انا اسف جدا. اسفك معاك، انا بكلم الساعي بتاعي ما بقولكش. اهلا يا عبدو. اهلا يا ابني، اتفضل استريح. انا اسف ان انا جيت على غير ميعادي يا عم. لا يا ابني، اهلا بيك في اي وقت، اهلا وسهلا، اتفضل استريح. شكرا. اتفضل. تفضل. اهلا وسهلا. انا بس حبيت اطمن، اصل انا قلقان قوي امبارح على المدام. لا الحمد لله، ست وضعك بالسلامه. اتنين يا عبدو، اتنين بحالهم يتربوا في عزك يا فندم. ما افتكرش دول هلحق عربيهم. طب امتى؟ مرسى فندي ممنوع استقبال الضيوف هنا يا مرسى فندي. من امتى يا فرارجي؟ ما احنا طول عمرنا بنستقبل ضيوفنا في مكاتبنا. النظام بيقول كده واللوائح بتقول لا. انا اسف يا عمي، الظاهر اني سببت لك مشكله من غير ما اقصد. لا ابدا يا عبدو، لا ابدا. ربنا يفوت النهارده على خير. تعال يا ابني، نقعد بره في البوفيه. تعال اتفضل. على فين يا مرسى فندي؟ هوصله. ايه عايز ايه؟ يعني عايز اسيب الضيف كده يمشي من غير لاهم ولا دستور؟ بوصله على الاقل، دي اقل واجبات الضيافه. تكونش فاكر احنا في كتاب. مش من المفروض برضو قبل ما تخرج انك تستاذن مني؟ ولا انت فاهمني طرطور قدامك؟ لا العفو يا فرارجي بيه، هو حد يجري ويقول على سعادتك انك طرطور؟ ده احنا اللي طراطير، واذا كان عاجبنا حتى. ارجوك احترم نفسك وشوف انت بتكلم مين قدامك. جرى ايه يا راجل انت؟ اهدى بس يا عم. ما تستنى تراخر من صباحيه ربنا وانت هاريني كلام. ايه عايز ايه؟ اتقي الله، خلي عندك دم، حرام عليك. مش كده شاهدين؟ اه طبعا. خليكوا سامعين. سامعين. يقول لي خلي عندك دم واختشي، وعامل لي غوغاء في المكتب، وده كلام خارج. انا حوريك. لا حول ولا قوه الا بالله، مش مكفيين وخد مني الوظيفه؟ لا عايز يرفدني، نفسه ومون عينه شفته مطرود من هنا وكلبشات في ايديا. وانتوا طبعا يا حضرات الزملاء الافاضل المحترمين كلكم معاه، خصوصا انت. انا ايوه انت يا اخويا. خلاص مبقاش في وفاء، مبقاش في اخلاق،
ما بقاش في عيش وملح. اخص عليكم اخص. كل ده عشان جيت لحضرتك المكتب وسألت عليك. لا يا ابني لا، انت مش فاهم حاجة خالص، دي حكاية طويلة عريضة هبشرحها لك بعدين. الحقيقة يا عم انا محرج قوي والمفروض ان امشي دلوقتي، بس مش هين عليا اسيبك وانت في الحالة دي. لا يا مرسى فندم، البن مدير عاوز حضرتك. طيب جاي حالا. حاضر جاي جاي. تعالى يا عبد ابني اتفضل انت دلوقتي ويا ريت اشوفك النهارده في البيت بعد الظهر. ها تحت امرك يا عم. طيب حبيبي السلام عليكم. اتفضل. من هنا اقرب على موقف الاتوبيس على طول. حاضر يا عم. مع السلام عليكم. مع السلامة. راح فين يا مرسى؟ داخل المدير، المدير هو اللي طلبني. طيب خليك مؤدب وانت بتقابله، اوعى تعلي صوتك عليه زي ما بتعمل مع رئيسك في المكتب. احسن ده بقى ممكن يخسف بيك الارض بجره قلم واحده، ومش هتلاقي اللي يرحمك منه ابدا. هو انا خلاص بقت سمعتي كده؟ انا راجل ليا اكتر من هنا 33 سنه، عمري ما صوتي عالي على حد، ودلوقتي عايزين تركبوني الغلط؟ طب وطي صوتك احسن يسمعك وانت بتهاتي. مش هوطي صوتي. ايه الباب اللي عندك دي يا عبد السلام افندي؟ هو انت؟ انا يا فندم لا مؤاخذه كلام المدير، انا اصلي راجل صاحب حق وصاحب الحق قرعا. طب ادخل. اتفضل ادخل. حاضر. انا عارف الاشكال اللي زيك دي وفاهمها كويس قوي. انا يا فندم اسف. نعم اتفضل قول، عاوز تقول ايه؟ فادي بقالي شهر بحاله وطالب وقابل سعادتك عشان اقابل سعادتك واشتكي لك وتنصفت في شكوتي، لكن مفيش فايده. لا حياتها لمن تنادي، محدش عايز يخليني اقابل سعادتك ابدا. ما تعليش صوتك يا فندي، احترم المكان اللي انت واقف فيه. وطي صوتك. هو انا اطرش يا اخي؟ يا فادي محدش قال ان سعادتك اطرش، بس انا صوتي كده، ربنا خلقني كده. ناس كتير تفتكرني لما بتكلم ان انا بزعق، وانا ما اعرفش ازعق ابدا يا بيه. لا بقى انت مقيد عندي موظف مشاغب، والدليل على كده القضيه اللي انت رفعتها علينا في مجلس الدوله. انا ما رفعتش قضيه على حد، انا رفعت القضيه على الوزاره بحالها. انا عايز اخد حقي بيه. لا هو انت فاكر انك لما ترفع القضيه على الوزاره يعني ما بترفعهاش علينا؟ احنا المقدمه يا فندي. اقول انا ايه للوزير لما يكلمني ويقول لي ايه الهباب اللي مهببينه المهببين بتوع الدور؟ تقولوا له ان في واحد بني ادم موظف عندنا عنده خدمه 33 سنه تخططوه في الترقيه واهملتوني ونسيتوني خالص. احنا ما تخطيناش حد وما رقيناش حد بالمره. امال اللي حصل للفرارجة فندي ده اسمه ايه؟ ده ظرف مؤقت يا فندي، اتعين بالوكاله في القسم بتاعكم لحد ما الرئيس بتاعك يخف ويقوم بالسلامة ويجي. الرئيس بتاعنا مش هيقوم بالسلامة، لأن الرئيس بتاعنا لمدة خدمته فاضل لها شهر واحد وتخلص على خير. مين اللي قالك الكلام الفارغ دوا؟ مش جايز نمدله سنة ولا اتنين؟ جايز جايز، بس الجواب بيبان من عنوانه. مادام خدتوا الفرارجة فندي ورقيتوه بالوكالة مؤقتا، يبقى انتوا ناويين تبدوه عليا، وانا راجل صاحب حق. انت هترجع تعلي صوتك عليا تاني يا المرسي؟ لا لا يا المرسي، ده انا اتعبك قوي، ده انا بجره قلم واحده انقلك خارج القاهره. لولاكش بس ان انا مستحرم كنت عملتها دلوقتي حالا. للاسف سعادتك ما تقدرش تنقلني خالص. مين اللي قال لك الكلام الفارغ ده؟ المحامي بتاعي هو اللي قال الكلام الفارغ ده، واذا حصل ونقلتوني انا هعمل شكوى مستعجله في مجلس الدوله والغي النقل ده، لان النقل ده يبقى اسمه نقل تعسفي. انا متعسف يا المرسى فندي؟ انا ما اقصدش كده بالظبط يا فندم. امال تقصد ايه يا المرسى فندي؟ العرف بيقول ان القرارات اللي من النوع ده يبقى اسمها قرارات تعسفيه. ده القانون والشرع وهم اللي بيسموه كده مش انا. هزلت لما واحد زيك يكلمني بالشكل ده. هي دي الاشتراكيه اللي علمها لكم؟ هم قالوا لك انك تعلي صوتك على رؤسائك؟ هم قالوا لك انك تقل ادبك عليهم؟ انا مؤدب يا سعادة بيه، بقالي 33 سنة ما عليتش صوتي على حد لغاية الوقت. ما عليتش صوتك على حد يا المرسى فندي؟ بتقل ادبك عليا يا المرسى فندي، وما عليتش صوتك على حد وعامل لي مؤدب؟ بتشوحني بايدك وعامل لي مؤدب؟ اتفضل يا فندي اخرج بره، اخرج بره احسن لك. يا فندم انا مش خارج من هنا لما تسمع شكوتي وتنصفني. لا بقى يا المرسى فندم،
انت هتخرج بالتي هي احسن، يعني هتخرج بالتي هي احسن. الله يا سعاده البيه، يا سعاده البيه، انا بقالي 33 سنه اخدميه في القسم دي، انا ادم واحد في القسم ده، وبيني وبين الافندي ده اخدميه 14 سنه خدمه. مؤهله اعلى من مؤهلك يا فندم، هو معاه ثانويه عامه وانت معاك ابتدائيه قديم، ثم ان سلوكه احسن من سلوكك يا فندي، ثم بقى احنا نرقي اللي يعجبنا وما نرقيش اللي ما يعجبناش، واذا كان عجبك وتفضل ورديني عرض كتابك في 60,000 سلامه. حاضر ماشي، انا ماشي يا فندم، ماشي ورجلي فوق رقبتي. ربنا يهد القوي. عياني عياني، هي مين دي عشان تطردني؟ هي مين؟ طب ده انا لولا جاريه خاطركم وخاطر العشره كنت فرشت لها الملايه وخليت نهارها كحل بعيد عن السامعين. معلش معلش يا ست سنين. ولا عليه ليه تكونش فاهمه نفسها هانم واحنا لا لا، ده انا اللي بيجيب جوزي في شهر ما يجيبهوش البيه بتاعها في سنه. يا ست سنية يا ست سنية، دلوقتي بابا يجي وتحكي له وتشتكي له. مش ممكن تكسر بخاطري، تكسر بخاطري يا اخويا يا مصطفى، يا اخويا تكسر بخاطري انا وانا داخله لها بصدري مجروح. الهي يكسر بخاطرها كمان وكمان. مالك محموها كده ليه؟ يما اصل طنط عنايات يا بابا بعينها زعلتها. هي راح تطلع. طب ليه يا بنتي تعملي نفسك العامله اللي مش ظريفه دي؟ يا ريتني يا اخويا ما كنت رحت لها ولا غطيت عتبتها، غمتني ونكدت عليا. الهي نسم بدنها وينكد عليها. معلش معلش معلش، هما الناس دول كده كل تصرفاتهم جلياطه في جلياطه. طب تطردني تطردني يعني تاكل عليها يا حبيبتي بصدر مشروح، لا بيا ولا عليا. طب تطردني كده زي ما اكون جاي استعطلها عيالي عيالي. معلش معلش، مش انت بس بتعمل فيكي كده؟ امال احنا نعمل ايه اللي مسوده عيشتنا ليل ونهار؟ على الاقل انت غريبه ما تعرفيهاش. خلاص خلاص، هي كلمه واحده، تروح تجيب مراتك من حدها دلوقتي حالا وانا احطها في حباب عينيا من جوه. حاضر 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 حاضر، بس استريح شويه من تعب الشغل وقرف السكه. هي مش ولدت واستريحت؟ ما تحل من على نفسنا وتريحنا. شش وطي صوتك، عيب الكلام اللي بتقوليه ده، الناس لو سمعوه دول ينتقدونا. يعني عاجبك نومتها في اوضه نومنا بالشكل ده؟ يا ستي مش عاجبني، انما واجب ولازم يتعمل. ده البيت الصحه محتاجه ترشه دلوقتي. طبعا اختك وجوز اختك مستريحين واحنا اللي نتدبس. اختي وجوز اختي كفايه عليهم دفع حساب الدكتور. يا ريتنا كنا دفعنا حساب الدكتور وكانت ملت عندهم. طب وطي صوتك لا تسمعنا. انا عايزاها تسمع عشان تحس. تاكل ثلاث فرخات في يوم واحد ليه؟ بتاكل في قده محلوله دي؟ يوه انت هتصبحيني وتمسيني بالاسطوانه دي؟ يا شيخ حرام عليكي، ارحمي اعصابي. هو ما فيش ميه في الحنفيه ولا ايه؟ الميه مقطوعه وزمانها جايه، اصبري عليها شويه. انت ايه اللي قومك من السرير؟ انت تعبانه ولسه قايمه من الولاده. الشديد القوي اللي قومني، ولا يعني اسيب الغيارات للهانم تغسلهم لي؟ الغسالة خسرانة وام حسين جاية بكرة، استريحي انتي بس. سمورسي مجاش، وانا كنت عاوزاه يجيب لي شوية حاجات من السوق. خش انت ارتاحي، وكل اللي انت عاوزاه كل طلباتك انا هجيبها لك. بس الحاجات اللي انا عايزاها انت ما تعرفش تجيبها. انا عايزة غربال وابريق وهون لاجل ما ادق لهم علشان يسمعوا كلام امهم وكلام ابوهم، وكمان كنت عاوزه شويه نقل من السوق والعيال يجي يعملوهم في قراطيس. هي حصلت قراطيس كمان يا شيخ؟ هي يا اخويا الدلعاد الهانم شايله طاجن ستها وزعقه مني ليه؟ تكونش فاهمه ان احنا ملناش فيك ولا في البيت زي ما هي ليها؟ بالعكس ده احنا لنا اكتر شويه. ما تزعليش نفسك، ما تاخديش بالك من كلامها يا مصطفى. ربنا يا سيدي يعوض عليها.
علشان نرد لها الجميل. ما هي معذورة، معذورة وعذرها معاها علشان ما جربتش الخلف. شاي بابا، خد يا مصطفى. عريسك فات عليا في المكتب النهارده يا امينه. طيب يا بابا، بس ما عرفناش نتفاهم. هو وعدني انه هيجي لنا هنا النهارده الساعه 6 علشان نتفاهم ونحط النقط على الحروف. خلاص اللي تشوفه حضرتك. كان نفسي امر على ماما اطمن عليها، لكن مضطر استنى العريس. درش اخطف رجلك لحد ماما اطمن عليه. تحت امرك يا بابا. اذا لقيتها كويسه وشد حيلها خدها في تاكسي وتعالى. انا يا حاضر. وانت هناك اطلب عمك في التليفون بينك وبينه، فهمه ان العريس هيجيلي هنا النهارده الساعه 6 وان انا موافق عليه من حيث المبدأ. طب هي نمرة عمي في المكتب كام؟ 740. هاتي ورقه، هاتي ورقه يا منى. خد يا بابا. 700. ايه الجواب ده يا ابني؟ ها؟ جواب ايه ده يا بابا؟ ده جواب مدرستك بعتهولي. ازاي جواب زي ده يجي لي وانت ما تديهوليش؟ ما انا كنت ناوي اوريه لحضرتك، بس احنا اتلخمنا في موضوع ولاده ماما. شايف اخوك يا ستي؟ انت بتزوغ من المدرسه يا ولد؟ انا ما بزوغش ولا حاجه يا بابا، ده هو بس اليوم دوت وما حضرتش عشان اتاخرت شوي. وتتاخر ليه؟ ظروف كده بابا، هي اللي اخرتني. معلش معلش، واصرف انني بنك ديسي. معلش بقى، انا محروق دمي ومسموم بدني عشان اربيكم واخليكم بني ادمين، وفي الاخر تزوغ من المدرسه وتقول لي معلش؟ لا انا اسف، انا اسف جدا. اصل انا في اليوم ده كنت تعبان شويه يا بابا. لا يا ابني لا، انت ابتديت تلعب وده مش كويس ابدا. البني ادم لازم يكون عنده تمييز، يكون عنده تقدير للمسؤوليه. خلاص يا بابا، ما عادتش هتتكرر تاني مره. انت مش شايف ابوك واللي جراله عشان ما كملتش علامي؟ لو انا كنت عملت زي اخويا وكملت دراستي كان زماني بقيت بني ادم محترم على وش الدنيا، مش بني ادم مطحون مقهور لا حول له ولا قوه. لو انت شفتني وانا راجع من الوزاره شكلي ايه، ما كنتش عملت زي ابدا. اديك شايفه اختك اهي، اختك احسن منك وبرقبتك. اخر مره يا بابا. اتفضل اتفضل، غور من وشي وما تنساش تعمل اللي قلت لك عليه. معلش يا بابا، معلش يا بابا عشان خاطري. معلش ادخل كده استريح عشان الساعة 6 تبقى كويس. ها دلوقتي انا غرقت في ال 300 جنيه دول لوحدي، انا ذنب ايه بقى ادفع ثمن ولادة مرات اخوك للدكتور؟ وكنا هنعمل ايه يعني؟ الظرف حكم بكده، وادي الله وادي حكمته. معقول ابراهيم اخوكي ما كانش معاه فلوس يدفع للدكتور؟ انا عارفة متأكدة كويس قوي، عنايات مراته هي اللي غرقتنا في المصاريف دي. انا مش ملزوم ادفع حاجة زي دي، وانت غصب عنك بقى لازم تكلميه وتخليه يدفع لي المبلغ ده من جيبه. معقول يا محمد؟ ده حتى تبقى حاجة تكسف لو قلنا لهم على حاجة زي كده. لا يا ستي، مفيش حاجة تكسف في الزمان ده، والحق حق لازم يندفع. احنا لا عمرنا خدنا منهم حاجة ولا عمرنا استفدنا منهم بشيء. طيب يا محمد، والبيت ده اللي واكلينه ونهبين إراده لوحدهم. انت عارف كويس قوي ان البيت ده ما بيجيبش حاجة. ان شاء الله يجيلنا منه جنيه واحد في الشهر، اهي حاجة تخزي العين وبس. التمانية جنيه اللي بياخدهم المرس من البيت احنا عاطينهم له بسماحة خاطر من. يا ستي انا ما بتكلمش على التمانية جنيه، انا بدور بقى على البيت ده اللي حقك هيروح فيه هدر، وتلاقيهم دلوقتي واخدينه بوضع اليد وهو فيه ارض تسوى الشيء الفلان. معقول؟ معقول المرس اخويا يعمل حاجة زي كده؟ المرس اخوك ممكن يعمل اي حاجة في الدنيا طول ما هو متجوز الست دي مراته دي، لانها ست متخلفة وممكن قوي تقنعه انه يغير ذمته بالنسبة لاخواته. الشاي. شكرا يا عمي. مع
فانا بعرف اعمل شاي. اتفضل يا ابني. ودلوقتي طلباتك ايه بقى يا سيدي؟ اخد عروستي من هنا دغري على المطار بهدومها كده وهدومته على خيره الله. بس انت عارف ان احنا شكلنا وحش قوي قدام الناس. من ناحيه ايه؟ من ناحيه انك واخد البنت حاف كده، لا مهر ولا شبكه ولا يحزنوا. لا يا عم، ما انا عندي السداده اكتب لها دلوقتي ورقه بالمهر والشبكه واعمل لها قايمه بالعفش كمان. عداك العيب يا ابني، عداك العيب. طيب كنت برضو عايز اطمئن على مستقبل البنت في التعليم. هل يا ترى هتخليها تكمل تعليمها ولا هتستكفوا لحد كده؟ لا طبعا يا عمي، طبعا هتدرس في نفس الكليه اللي انا بدرس فيها، وبعدين انا راجل متعلم ومثقف، ومش معقول مراتي تكون اقل مني في التعليم والثقافه يعني. عظيم عظيم عظيم. بس كنت برضو كمان عايز اطمئن على حاجه تانية. ازاي هتعيشوا هناك؟ ما انا برضو يا ابني يعني خايف لا تتبهدلوا في الغرب. يا عمي انا عندي المرتب البعثه، وان شاء الله ان شاء الله هندور على شغل. ومرتب البعثه ده حوالي كام يعني؟ يعني في حدود ال 200 جنيه وشويه. على خيرة الله، على خيرة الله. بس سيبني أشاور نفسي شوي. تاني يا عمي هتشاور نفسك؟ ده احنا ما صدقنا. وافق بقى، يلا خلينا نخلص ونتوكل على الله. هو إن كان علي أنا موافق. خلاص مدام حضرتك موافق يبقى أنت الخير والبركة، احنا ما يهمناش أي حد تاني. طيب على بال ما تشرب الشاي أستأذن منك 5 دقايق. ها أنا راجع. اتفضل. أنا راجع. اتفضلي الاكل. وهي فين بقى النفس اللي هتبلع اللقمه؟ خليه جنبك لحد ما يجي سمور سفندي. وهو هيروح فين يعني؟ زمانه جاي. انا قلت له ما يتاخرش. الغايب حجته معاه. كده يا مرسي، كده تسيبني لوحدي وانا محتاجه اتكلم معاك كتير قوي. كلي العيا مر. يا مرسي افندي الجدع ده لقطه، اوعى يفلت منك. ايوه كده يا عبد عزيز، قولي وبصرني لحسن الواحد كده بقى عامل زي التايه. انا مش فاهم انت مستني ايه؟ خلص انجز، ده عريس لقطه بشرفي لقطه، ده ما تلاقيش احسن منه. ما بيني وما بينك انا رايي كده برضه، بس الواحد لا روحه بقى متردد تاني. ايه بس اللي خليك تتردد؟ الست امها مش ساكته ولا يهدى لها بال الا لما اتجوز البنت اللي ابن اخوها. مرسي افندي خليك حمش. بلا ابن خالها بلا ابن خالتها، خليك حمش، بطل اللقلقه اللي انت فيها دي. ايوه يبقى على خيره الله. هو ده الكلام. ده العادي يا سلمرسي. هو يا اخويا السبوخ هتعملوه هنا ولا عندهم في الفيلا؟ لا ان شاء الله نعمله هنا مش في الفيلا. ايه؟ طب يا اخويا ده انا جايبه لها حته دين ابريق، لكن ايه اخر نزاقه، استنى ما اوريهولك. شكرين قوي 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 يا ست سنيه. العريس عايز يكتب الكتاب النهارده قبل بكره. مرسي اخويا انا لو منك وطول اشيلها له دلوقتي اشيلها له. انجز على بركة الله، ده عريس لو تسمع كلامي. شفت يا سلمرسي؟ شفت يا اخويا الابريق وحلاوته؟ بسم الله ما شاء الله، الله الله، ايه الحلاوة دي كلها يا ستي؟ متشكرين، ربنا ما يحرمنا منكم. اللي جاب لك يخليه لك، عقبال يا ربي ما تخويهم. تاني هخويهم تاني يا ستي، دي كانت غلطة ومش هتتكرر ابدا. يا اخويا يا ريت الغلط كله يبقى من ده. قولي هو قال لك مسافر امتى؟ بيوضب شنطه يعني على اخر الشهر ان شاء الله. ولسه بتتلكع يا مرسي افندي؟ خلص يا مرسي افندي، خلص على خيره الله. وهو كذلك على خيره الله. مين عارف، مش يمكن حظها في الحياه يطلع احسن من حظ اللي خلفوها. عمالين تتودودوا على الساكت كده، بتقولوا ايه؟ لا ده انا بقول له يعني ان العريس موجود عندنا وكان عبد العزيز عايز يتكلم معاه شويه. ايه؟ طب اوعى يا اخويا تخلصوا معاها قبل ما تشيلوا على الدرع دي امها. امها؟ طب خش 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 بلا غم بلا هم. يو قال امها قال. يلا يا مرسي افندي يلا. اهلا يا سي مصطفى. اهلا اهلا.
اهلا يا مصطفى، جاي لوحدك ليه؟ امال فين ابوك؟ بابا زمانه جاي. عيب يا شادي، ده غريب. معقوله يسيب مامتك وهي والده بالشكل ده؟ ما هو كان جاي بس حصل له ظرف كده معطله شويه. عيب يا جولي، انا علمتك كده؟ اهلا يا مصطفى. أهلاً، اتفضل يا امي. اهلا يا عم. هي ماما صاحيه ولا نايمه؟ ادخل لها جوه. جايب غيارات وحاجات، يعني معناها انها ناويه تبرك هنا. طب وطي صوتك، ما تخليش الناس تتفرج علينا. شكلهم حلو قوي يا ماما. بص البنت دي طالع عينيها زرق ازاي. والله ما انا طايقه ابص لهم من المرار اللي انا فيه، وابوك سايبني هنا لوحدي زي ما يكون ما صدق انه خلص مني. حرام عليك يا ماما، ده بابا حتى كان جايلك لولا ان عريس امينه جاله عطله شويه. ايوه يا اخويا، ما دام جاله لحد البيت يبقى خلاص بلفه كلب عقله حلاوه، ان شاء الله هيديله البنيه بيضة مقشره. لا 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 يا ماما، بصراحه بقى العريس ده كويس. يا حسره، كويس منين؟ ده عريس كحيتي بطو النجم. بس امينه بقى بتحب حبها برصو عشرة خرص، اللي مش مطوعاني ولا مهنياني ابدا. طب بس ما تزعليش نفسك، لان اللي انت بتعمليه ده مش كويس علشانك. ما زعلش نفسي قال، وانا زعلانه خلقه. تعالى شوف الكلام واسمع الرجم اللي في جتتي كل شويه. ها، ولا التلاقيح اللي بتتقال وانا واقفه وبسمعها بوداني. يا قلبي يا كتاكت، يا ما انت بلع وساكت. عارف عارف وحاسس بكل اللي انت بتقوليه ده يا ماما. وابوك مستني ايه؟ سيبني هنا لوحدي ليه؟ لانك انت مش ممكن تتحركي وانت في الحاله دي. لا، ده انا مستعديه اخرج من هنا ان شاء الله ازحف على ايديا ورجليا. طب اهدي بس، اهدي بس عشان ما تزعليش الاخوات من بعضيهم. انا متهيألي بقى ان الست سنيه جات لي النهارده الصبحيه، انا سامعه صوتها في الفسحه، على بال ما قمت لها ما لقيتهاش. لا انا ما اعرفش. يا خوفي لكون جت وزعلوها. مش ده المهم، المهم بقى انا جبت لك شويه لفه فهم عشان خاطر العيال. الحاجات دي جبتها منين يا واد؟ ربنا رزقني بقرشين كده. وهو ربنا بيرزق العواطليه اللي زيك من انهي داهيه؟ قولي. بصراحه بقى انا اشتغلت مع جماعه اصحابي في لزق الورق اللي بيتلزق على الحيط دون، وطلعلي منها قرشين حلوين. طلع ابن كار زي خالك اهو كده، الايد البطله نكسه. وهو اليوم اللي انا اشتغلت فيه ده غبت فيه عن المدرسه، وابويا فضحني عليه لغايه دلوقتي. وهو ابوك دريان بحاجه؟ ده حاطط ايده في الميه البارده وقاعد ونفخ بطنه كمان، ولا هو هنا يا ابني؟ لا اهلك ولا اهلها، العروسه للعريس والجري للمتاعيس. واذا حبيت نجيب المأذون حالا دلوقتي نجيبه حالا. والله يا عم ان كان عليا انا عاوز اتجوز دلوقتي قبل بكره. عظيم، انت يا ابني جاهز بالدبلتين؟ جاهز. عظيم، يبقى انا اروح البس واجي، هلبس رسمي واجي لك، وننزل على الساغه نشتري الدبلتين ونيجي. بس انا بقول نتروى شويه. نتروى ايه؟ ده كلام ده ليه يا سي مرسي؟ العريس رقطه وما يتفتش ابدا. ده عظيم. انت اوعى تكون متردد يا ابني. اطلاقا يا عم اطلاقا. على بركه الله وخير البر عاجله. ايه الفتحه كرامه لاجل النبي، ربنا يجعلها ادب السعد عليك يا ابني. اهلا يا بط. ازيكم وازاي اللي عندكم؟ اللي عندنا قاعدين ومستريحين، لا بيهم ولا عليهم، واحنا نتفلق ونشرب من البحر واذا كان عجبنا. اهلا يا زليه. اهلا يا حبيبتي. اوعي تخليها تطول، احسن تستحلى القعده، ودي الست يتفات لها بلاد. البركه في اخوكي، هو اللي فاتحها على البحري وهي ما صدقت. معلش يا عنايات، اهو معروف وترميه البحر عشان خاطر المرسي. انا عارفه جوزتوها له ازاي، دي لا اصل ولا فصل. كانت جوازه سودة، بعد عنك. اهلا يا بطه. اهلا بك يا ابراهيم. انت عارفه انا بشكر الظرف السعيد ده اللي مخليني اشوفك دلوقتي كل يوم. ربنا يخليك. انا كنت عايزاك في كلمه يا ابراهيم. خير يا بطه؟ عن اذنك يا عنايات، هقول لابراهيم كلمه بيني وبينك.
اتفضل. خير يا بط؟ المية وخمسين جنيه دول عايزاك تديهم لمحمد جوزي. ليه؟ عشان ايه؟ اصلي مش عايزاه يحس انه اتورط في فلوس الولاده البحر. عايزك تحسسه انك مشاركه في الفلوس، انت النص وهو نص. لازم برطم بكلمتين، وعشان كده انت جايبه لي الفلوس. ده مهما كان غريب عني وبيني وبينك، مش مفروض انه يدفع فلوس الولاده. طيب يا بط، خلي ال 150 جنيه معاكي وانا هديله من معايا. مش عايزه اتقل عليك اكتر من كده يا اخويا. انا هاخدهم منك بس عشان انا مزنوق، انما لو ما كانش كده ما كنتش خدتهم ابدا. المصلحه واحده وعمرها ما تفرق بينا ابدا، وربنا يخلينا لبعض على طول. الحقيقه يا بطه، اخوك المرسي عيبه الوحيد انه متعشم فينا قوي، واكتر من اللازم كمان. الدلعات ساب لك مراته وراح فيه؟ مش يخلف عينه حسود ملح ويجي ياخدها بقى؟ يا ريتك تتكلميه يا بطه لما يجي لنا هنا. اكلمه؟ ايه اللي اكلمه؟ قال على رأي المثل، إذا كان حبيبك عسل ما تلحسوش كل. إيه رأيك في الأسورة دي يا أمينة؟ حلوة قوي يا عبدو، بس إحنا اتفقنا تجيب لي دبلتين وبس. معلش، مادام فلوسها معايا خلينا أشتريها لك بالمرة. أيوة يا عبدو، بس كده أنت هتزنق نفسك. معلش طوعني. معلش يا خوفي لا تفيدة، تقلب الدنيا على دماغي وتكركب العالم على نفوخي نفوخ العيلة لو عرفت ان احنا عملنا العملة دي من وراها. عيبك بقى ان انت بتهول وتكبر الامور وبتعمل حساب لجماعتك اكتر من اللازم. ما انا قصدي مش ناقص يا عبد العزيز، وانت عارف ان التفيدة دي عواصف وزلازل وبراكين، كفاية الغلب اللي انا فيه. خلينا لبسها. ايه رايك بقى في ذوقي؟ يجنن يا عبد، متشكره قوي. عبد العزيز، ما نطلب تفيده عند ابراهيم اخويا. ابدا ما يحصلش، اخاف اطلبها لك تغلط بلسانك وتقول لها وتبوظ لنا الطبخه كلها. محتاس ودماغي عامله زي الساقيه الخربانه، عماله تودي وجي. بابا، ايه رايك في الاسوره؟ حلوة قوي يا بنتي، ألف مبروك. ولو إننا ما كناش عايزين نكلف العريس أكثر مما يطيق. دي حاجة بسيطة يا عم، بس إياك تكون راضي عني. كل الرضا يا ابني، وربنا يتمم بالخير. معقولة دي؟ معقولة يسيب مراته وهي عيانة وما يسألش فيها اليوم بحاله؟ يا جماعة، هو مش بعت مصطفى شافها واطمن عليها؟ يبقى خلاص. ما هو كمان مش معقول يا إبراهيم إنه ما يسألش عليها خالص. أنا كنت بقول نخطف رجلنا أنا وأنت ونروح نطل عليه في البيت ونشوف أخباره إيه. لا يا سيدي، أنا ما أقدرش أروح وياك، لأن كونه أروح له في الظروف دي معناها بقول له تعالى خد مراتك الضيفة من عندي. آه، خصوصا إنك مش معوده على زيارات زي دي وبقالك سنين ما رحتلوش، يبقى اشمعنى النهارده اللي هتروح له؟ ما تشوف أنت طريقة يا محمد وتفهمه بالمحسوس إن ده ما يصحش، وبالمرة تشقر على البيت اللي إحنا سايبينه اللي هيروح مننا هادر ده. اهو ده اللي طالع من عيني، لكن كل ما اتكلم ابراهيم يزعل لما اجيب السيره. اتفضل يا سيدي، اتفضل يا مولانا. يا سلام. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا. اهلا 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 وسهلا. اهلا، اتفضل اتفضل. العنوان يا عم. شكرا لك. هو طلاق ده ولا زواج ان شاء الله؟ جواز ان شاء الله. أنا مش شايف هيصة يعني. أين العريس؟ أنا يا مولانا العريس. على بركة الله. الله يبارك فيك. أين الشهود؟ جاهزين. جاهزين، موجودين. جاهزين. هي العروسة عازبة ولا حاجة؟ لا يا أخويا، دي بكرية وده أول بختها. إن شاء الله يجعلها أدب السعد عليه يا رب. إن شاء الله يا رب. عيب عيب. ها؟ مش ده مش مكانك، اختش على دربك. وأنا اتكلمت ولا فتحت بوقي؟ ثانية. وبعدين؟ خش خش مع العروسه جوه. يا اهلا 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 يا محمد بيه. ازيك يا سامر عزيز؟ ايه المفاجات الساره دي؟ اهلا. الله، هو مش ده العريس اللي كان جاي يخطب امينه؟ اهلا 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 اهلا. ايوه مظبوط، تمام. اهلا وسهلا. ازيك يا مرسي فندي؟ اهلا اهلا اهلا.
شكلكوا كده بيقولوا انكم بتكتبوا كتابها. والله انت ابن حلال جيت في ميعادك بالظبط، كنا لسه مزنوقين في شهد. يعني ما كنتش قادر تستنى شويه وتصبر على الاقل لغايه ما والدتها ترجع البيت بالسلامه؟ ما انا بقولك يا محمد يا اخويا، العريس اصله مستعجل واوام كده علشان خاطر اصلهم هيسافروا امريكا. لا 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 يا مرسي، الموضوع ما كانش بالطريقه دي. ما حبيناش نتعبكم، كفايه ان احنا تعبناكم قوي في ولاده الست. مرسي. ايوه محمد يا اخويا. اوعى يكون الجدع ضحك على عقل البنت وانت عايز تصلح.